بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز الوهاب شديد العقاب سريع الحساب، أنزل الكتاب بقدرته أجرى الرياح والسحاب، هزم الأحزاب سبحانه سبحانه، لا يعزب عن علمه شيء ولا يخرج عن قبضته أحد، قد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء محيط، خلق فسوى، قدر فهدى، أمات وأحيا، أضحك وأبكى، البلاد بلاده والعباد عباده والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والقلوب له مفضية والسر عنده علانية، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، ظاهر بلا عيان وباطن بلا خفاء، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسمو بها ونعز وننتصر، ومن اعتز بغيرها أذله الله، وأشهد أن القائد والقدوة محمدا رسول الله، بعثه ربنا على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل، هو خير نبي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب، أحسابنا ألواننا أموالنا أعدادنا أشكالنا لا شيء، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، لغة التفاضل بيننا، هذا نشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي، قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي، إسلامنا
نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه ونأصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أما بعد يا عباد الله، بعد معركة بدر وبعد النصر الفرقاني الذي أكرم المولى القادر المقتدر، أكرم به رسوله وعباده، وأذل الشرك وأهله، وهزم الباطل وجنده على قلة في العدد وبساطة في العدد. بعد هذه المعركة تبين لكل المراقبين حينها على المحيط المحلي والإقليمي والدولي بأن هناك راية جديدة ستعلو في سماء هذه الأرض، وأن هناك رسالة جديدة تقبل بنورها وضيائها مع قوة، تريد أن ترسي دعائم عدالة وأن تحقق نظام المساواة، وأن تحكم الأرض بالحق بعد أن حكمت زمانا طويلا بالباطل. تحركت الأحقاد، تجيشت العداوات، بنيت جسور التواصل بين القوى المتربصة الحاسدة الحاقدة التي بدأت تخاف على عروشها وامتيازاتها، على منافعها وما بين أيديها، وكل ما في أيدي هؤلاء كان يقوم على ظلم الناس، على العس والجبروت، على التجبر والطغيان، على الرذيلة والتفلت والتفسخ، وعلى حساب كرامة الإنسان، كل الإنسان، وعلى حساب عزته، على حساب إنسانيته، على حساب رفعة رأسه. تأتي رسالة جديدة على القلة والذلة، تهزم أقوى وأعتى معسكر للكفر والشرك على الكثرة والوفرة. فبدأ الجميع يتوجسون ويتخوفون ويتحسبون ويتجيشون، وبدأ اليهود كعادتهم في كل زمان ومكان، بدأ اليهود أول حرب دعائية مضادة مصحوبة بحرب نفسية مركزة. بدأوا يقللون من قيمة النصر في بدر، بدأوا يتهكمون على هزيمة المشركين، حتى بلغت بهم الوقاحة أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين يسكنون بجواره في المدينة، وأعطاهم عهدا وميثاقا وأمانا وحقوقا، ولكنه الحقد الدفين الأعمى الذي مهما قابلناه بالمودة
وقابلناه بضبط النفس، وقابلناه بالحلول الدبلوماسية، وقابلناه بالعفو والصبر والصفح، فإن هذا الحقد لن يغسل أبدا مهما بلغت مودتنا. هذا الحقد الدفين كان وما زال وسيبقى إلى آخر لحظة يحكم هؤلاء ويحركهم ويبني مواقفهم إزاء هذه الأمة، إزاء دينها وقضاياها، إزاء كل فرد فيها مهما بلغ. بلغت بهم الوقاحة أنهم وقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بلهجة المتهكم: يا محمد، لا يغرنك بأنك غلبت نفرا من قريش عالة على الحرب لا خبرة لهم، فوالله لو قاتلتنا وقاتلناك لعرفت أننا الرجال ولهزمناك في أقل من وقت الظهيرة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل يهبط فورا بلحظتها بوحي السماء: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فكان الرد صاعقا مدويا: إنها العزة، العزة التي ربى هذا الدين أتباعه عليها، العزة في مواقف النصر والهزيمة نحن أعزة، العزة في الغنى والفقر، في السلم والحرب، العزة في كل شؤوننا وحركاتنا. ومن فقد العزة ليس منا، لأن المولى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن لم يجد بين جوانحه عزة الاستعلاء وشموخ الرفعة لارتباطه بالسماء، وأن قدمه في الأرض ورأسه يطاول الجوزاء ولو كان مملوءا جراحا وآلاما وهزائم وأحزان، إن من يفقد الشعور بالعزة ليس بمؤمن، لأن الله جعل الإيمان والعزة صورتان متطابقتان، جزآن متكاملان، حقيقتان متداخلتان لا يمكن أن يفصل بينهما. فإذا رأيت رجلا ذليلا فليس بمسلم، ليس بمؤمن. لقد ربى الإسلام أتباعه وأبناءه على العزة في كل موقف وحال. يوم نزل قول الله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، سكت اليهود وأضمروا شرا. وإذا برجل مسلم يدخل إلى سوق من أسواقهم، وبينما هو يتجول في السوق إذ بحسالة وحفنة من يهود يتعقبون امرأة مسلمة، وكانت قد خمرت وجهها وسترت جسمها حياء وطاعة والتزامة بين يهود، فجاءوا فرفعوا ثوبها من الخلف وعلقوه في أعلى ظهرها دون أن تشعر، فانكشفت سوءتها وانكشف شيء من جسدها، وبدأ اليهود يتضاحكون. فرأى الشاب المسلم هذا المشهد فغار على حرمة المسلمة فقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فاجتمع يهود فقتلوه. ماذا كان الموقف؟ شكوى إلى مجلس الأمن وطلب من هيئة الأمم التدخل، أو دعوة لضبط النفس ومحاولة الهدوء في العلاج. يا سادة، فليسمعها الحاكم والمحكوم، وليسمعها القاصي والداني،
وليسمعها أبناء هذه الأمة. دماءنا إذا هانت علينا مرة هانت على أعدائنا ألف مرة، وإذا سكتنا عن دم يراق منا مهما كانت الأسباب، إذا سكتنا عن دم يراق منا مرة فأيقنوا أن دمنا سيراق في كل يوم 100 مرة. هب النبي صلى الله عليه وسلم طوق اليهود 15 يوما وأقسم بالواحد الأحد لا يرجع عنهم حتى يبتر رؤوس رجالهم ويسمي نساءهم. فتدخلت الوساطات والشفاعات، وبعد لأي من الزمن وتقديم كل التنازلات رضي النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجليهم عن المدينة جلاء لا عودة معه، فرحلهم وما قبل بسكن المدينة أو بمجاورته بعدها. العزة، العزة يا سادتي، العزة في عهد هارون الرشيد جرى انقلابا في المملكة البيزنطية في الإمبراطورية الرومية. قام نقفور بانقلاب على الملكة زين واستلم الحكم، وأرسل رسالة إلى هارون الرشيد يقول فيها: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب وبعد، إن الملك زيني أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، الرخ الطائر الكبير والبيدق الطائر الصغير، فخافت منك لأنها امراح فأرسلت إليك بأموالنا، ألا إذا وصلك كتابي هذا فاردد كل المال الذي أخذته وإني قادم إليك عما قريب. فقرأ هارون الكتاب ثم ابتسم، فقلب الكتاب وكتب على ظهره: من هارون الرشيد عبد الله أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. الجواب ستراه لا تسمعه، سأبعث إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي، فتية يعشقون الموت كما تعشق أنت وأتباعك الخمر والحياة. فلما قرأ نقفور الكتاب ظن أن هارون يمزح، وما مضى شهر من الزمان إلا وجيوش هارون الرشيد تدق قلب العاصمة الرومانية، حتى دخل على قصر نقفور فوقع المعاهدة وعاد إلى ما كان على رغم أنفه. العزة، في عام 96 هجري قتيبة بن مسلم الباهلي توسع في الفتح في بلاد ما وراء النهر، وكان مقر جيوشه في مرو في أراضي الجمهوريات الإسلامية الآن، وقرر أن يفتح الصين، فسار بجيوشه حتى نزل على مشارف المملكة في الصين على حدود الصين، وقد انطلق من بغداد. بغداد الجريحة الذبيحة التي يصف الآن حساب معها من تلك الأيام، بغداد التي تباد تنحر تقتل جهارا نهارا، إن بيد الأمريكان أو بيد الفتنة الطائفية المذهبية التي يديرها الأمريكان. بغداد هذه تصفى حسابات معها عبر التاريخ يا سادة، والأمر ليس من فراغ. نزل قتيبة على حدود الصين وأرسل إلى ملك الصين إما الاستسلام وإما المناجزة، فأرسل ملك الصين: أن أرسل إلي رسولا يفاوضني. فأرسل إليه هبيرة ابن المشمرج الكلابي، رجل بدوي لكنها عزة الإسلام، بدوي
لكنه موفة إلى ملك الصين، فلما دخل على ملك الصين بادأه حتى يخيفه، قال: أرى أن صاحبك قتيبة قد غرته نفسه، وهو ما هو من قلة الأصحاب ومن حرصه على الحياة، قل له أن يعود، وإلا أرسلت عليكم جيوشا غدا أهلكتكم جميعا. أتدرون ماذا قال هذا البدوي يخاطب ملك الصين؟ قال: يا هذا، يا هذا، كيف يكون قليل الأصحاب من آخر جيوشه عندك وأولها في منابت الزيتون في الشام؟ وكيف يكون حريصا على الحياة من تركها قادرا عليها وغزاك في عقر دارك؟ وأما تهديدك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأعزها إلينا وأحبها الموت في سبيل الله، فوالله إن وإياك لعلى أمرين اثنين، إما على مناجزة وغلبة، وإما على موعود الله الجنة، فالجنة لمن يموت والنصر وملكك لمن يبقى منا. فارتعدت فرائس الملك. هذا البدوي البسيط يتكلم بهذه العزة وبهذا الاستعلاء. قال: ما يرضي قائدكم؟ تغير النبرة مباشرة. فما يرضي قائدكم؟ قال: حلف بالله أن لا يعود عن أرض الصين حتى يطأ أرضها في قصرك، وحتى يختم ملوككم بختم التبعية، بختم الاستسلام لجند الله. قال: نرضيه، احملوا من تراب قصري وأرسلوه في صحائف الذهب إلى القائد حتى يطأه وهو في مقر قيادته، وأرسل له أربعة من أبنائي وأبناء الملوك فليختمهم، وقدموا له ما يريد على أن يصالحنا ويعود عنا. ففعلوا، فرضي قتيبة بذلك، فختم أبناءهم ووطأ تربة أرضهم وعاد، وقد ترك للإسلام عزة وشمما وشموخا في تلك الديار. جورج الثالث ملك فرنسا وإنجلترا والنرويج يخاطب الملك هشام الثالث الخليفة المسلم في الأندلس، يخاطبه فيقول: لقد بلغنا الرقي الذي وصلتم إليه في حاضرة الأندلس، ولقد علمتم الجهل الذي يخيم علينا، وإنا لنتوسل إليكم بأن نرسل أبناءنا وبناتنا ومنهم دربنت ابنة أخي بأن تتشرف بالمكث عندكم شهورا حتى يأخذوا من علمكم وحضارتكم ومدنيتكم. التوقيع: جورج الثالث خادمكم المطيع، خادمكم المطيع. أيها السادة، هكذا كانت المعادلة، هكذا كانت الموازنة. السلطان عبد العزيز السلطان المسلم العثماني دعي إلى فرنسا للزيارة، يتشرفون بزيارته، وكانت الخلافة الإسلامية في أوج عزتها وقوتها، وكان الخلفاء العثمانيون قد أقسموا يمينا ووقعوا عهدا بأنهم لا يطؤون أرضا في الغرب إلا فتحا، فلا يمكن أن يذهبوا إلى تلك البلاد مجرد زيارة. وفرنسا تريد من السلطان عبد العزيز أن يذهب لزيارتها حتى توقع بعض الاتفاقيات الاقتصادية وينالها بعض خيرات الخلافة. أتدرون ماذا فعلت فرنسا حينها؟ أتدرون ماذا فعلت حتى يزورها السلطان عبد العزيز؟ وقعت اتفاقية بموجبها خضعت فرنسا خضوعا كاملا لملك وحكم وأراضي الدولة العثمانية الإسلامية، وصارت قطعة تابعة ومن فيها من رعايا السلطنة، حتى استطاع أن يزورها السلطان لكي يبر بيمينه، ولما عاد فوقع لهم استقلالهم وحريتهم. فرنسا التي الآن تدير لعبة لبنان
وتمكر بنا وتتآمر علينا. يا سادة العزة، العزة التي أينما التفت في حياة أمتي أراها مفقودة إلا على بعضنا بجهالة، فصار أذى المسلم لأخيه نوع من العزة والقوة والكرامة. ترى المسلمين في اقتتال، في شحناء، في بغضاء، على عرض من الدنيا قليل، على زعامات مناطقية وعشائرية، على أن يقول فلان وأبو فلان، أما أمام يهود فالكل منبطحون، أما أمام أعداء الله وما يجري في ساح الأمة من جراح تقتلنا تخنقنا فلا يدري بهم أحد. هناك لا يوجد ارتباط، لا يوجد موقف، أما على بعضنا، أما على بعضنا فيا للأسف، يا للأسف على ما يجري بيننا على بعضنا، يا للأسف. ولذلك يجب أن نعاد، أن تعاد قضية ضبط المشاعر ضبطا صحيحا، وأن نكون أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، أن نكون أشداء على الكفار رحماء بيننا. فإذا ما حققنا الجزء الثاني من المعادلة رحماء بيننا، فلن يتحقق الشق الثاني أشداء على الكفار. فيا عباد الله استرجعوا هذا الشعور، فلنسترجع هذا الاستعلاء، وتلفتوا حولكم فما يجري أليم، ما يجري في فلسطين، وما يجري في لبنان، وما يجري في العراق، وما يجري في الصومال، وما يجري في أفغانستان، وما يجري في جامو كشمير، ما يجري في كل هذه المناطق وراءه يد واحدة، يد واحدة تمكر بنا، تأتمر بنا، تضرب بعضنا ببعض. انظروا العنتريات في لبنان على بعضهم، انظروا المجازر في فلسطين فيما بيننا، انظروا ماذا يجري في العراق، تهدم مراقد وتحرق مساجد ويقتل الناس في الشوارع كبارا صغارا ويقتطف الأبرياء. إنها يد واحدة، إنها يد واحدة، يهودية، صهيونية، أمريكية، غربية، حاقدة، مجرمة، أثيمة. انظروا ماذا يجري، وانظروا إلى سرعة الاتهامات المتداولة الموجهة إلينا، إلى سوريا السلام والأمن والأمان والخير، إلى التي ما قدمت لجوارها إلا كل خير. ما من حدث يجري، يقتل كلب في لبنان نتهم به، تجري هناك فتنة في العراق نتهم بها، تجري فتنة في فلسطين نتهم أننا وراء فريق من الفرقاء، وما زالت الاتهامات تتصاعد. إنها اتهامات الذئب للحملان قبل افتراسها. أيها القاعدون، أيها الآمنون، أيها المترفون، أيها اللاهون، إذا بقيتم على ما أنتم عليه سيأتي زمن أرى في عيونكم ما رأيت في عين هذا العراقي يبكي وهو الرجل، يبكي والحرقة تعتصره، وأراه يبيع أحذية على رصيف شارع ويقول أنا فلان كنت أملك من الصناعات والتجارات والشركات والأموال والدور في العراق ما أملك، وها أنا ذا أبيع أحذية على أرصفة الشوارع، يبكي ويقول لا أذاقكم الله مكر الأمريكان، لا أوصل الله إلى تربتكم، إلى أرضكم هنا أقدام الأمريكان، لأنهم إذا جاءوا سيصبح الأعز الكرام الأخيار فيكم مثلي. فيا عباد الله، طاقاتكم، قوتكم، زعاماتكم، وفروها لعدوكم، واتقوا الله ببعضكم، اتقوا الله ببعضكم وبأرضكم، ووحدوا كلمتكم، واجمعوا صفكم
فالأمر ما عاد جد، فالأمر ما عاد هزل، صار جدا، صار جدا، صار جدا. والأمر ليس لعب وليس تنظير وليس تحليل. ما يجري في فلسطين ولبنان والعراق وتركيا، كل هذا إحكام حصار حول سوريا، كل هذا لأن الموجة المقبلة على سوريا، كل هذا لعزل سوريا، كل هذا تمهيدا، تمهيدا لمشروع قذر خبيث، خبيث. أخشى أن أراكم في قادمات الأيام على أرصفة الدول الأخرى. إذا ما اتقينا الله، إذا ما اتقينا الله وأدينا حقه في أنفسنا، في بيوتنا، فيما بيننا، والله لتأتيكم موجة من موجات مكره تجعل الحليم فيكم حيران. ألا فثوبوا لرشدكم واجمعوا أمركم وارتبطوا بربكم وتصافحوا وتلاقوا وتحاذبوا ودعوا الخلاف مهما كان، وسيروا، وسيروا وأنتم على جاهزية قصوى لأي غدر أو مكر قد يحل بهذه الأرض الطيبة. أسأل الله أن يحفظ الشام بكم، أسأل الله أن تكونوا طليعة الخير القادم، أسأل الله أن يشهد جيلنا انكسار اليهود والأمريكان ومن وراءهم ومن معهم. أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بوعي، بإيمان، بعزة، باستعلاء، بوقفة صحيحة، بإنفاق ما تبقى من العمر على الطريقة التي ترضي الله وما فيها خير البلاد وخير العباد. أختم بهذه القصة. يوم ادعى طليحة الأسدي النبوة خرج إليه جند الله يحاربونه ويحاصرونه، وكان أتباعه يعد بآلاف لا عد لها ولا حد، ولكن كانوا ينكسرون أمام بعض الفرق التي يقودها سيدنا خالد وغيره، فكانت انكسارات متلاحقة في صفوفهم. فوقف طليحة الأسدي يقول لأتباعه: ويلكم، لماذا تنهزمون أمامهم وأنتم من أنتم وهم من هم، يعني بين القلة والكسرة، لماذا تنهزمون؟ فقام رجل فقال: أنا أصدقك، أنا أقول لك لماذا، لأنه ما من رجل منهم إلا ويتمنى أن يموت قبل صاحبه في حربنا، وما من رجل منا إلا ويتمنى أن يموت صاحبه قبله في حربهم، لذلك هم ينتصرون ونحن ننكسر وننهزم. اسموا إلى هذا المستوى، واجعلوا الحب بينكم على هذا الألق، حينها تحفظوا أرضكم وعرضكم وتردوا عدوكم وتوقفوا هجمته. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيد السادات وإمام القادات سيدنا محمد وعلى آل محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب، آمين آمين آمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا وثقتنا وأملنا يا الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف أدركنا بلطفك الخفي. أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا الله. نسألك ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك إلينا أحب من مالنا وولدنا وأهلينا والناس أجمعين، ومن الماء البارد على الظمأ يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك قلة حيلتنا، نشكو إليك هواننا على الناس. أنت رب المستضعفين يا رب، أنت الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا رب. نشكو إليك ما نزل بنا، نشكو إليك ما أنت به أعلم. فاحفظ بلادنا، احفظ بلادنا، احفظها بالأمن والأمان والمحبة والوحدة والاستقرار، ورد عنها كيل الكائدين ومكر الماكرين، واجعل أبناءها على قلب رجل واحد، اجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، اجعلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم اللهم نفرح من نظراتك على بلاد المسلمين في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان والصومال وفي كل مكان يضطهد فيه عبادك ويقتل فيه المستضعفون. اللهم وحد كلمة عبادك، اللهم انزع فتيل الفتنة من بين أبناء العراق ولبنان وفلسطين، واجعل وحدتهم وقوتهم على عدوهم يا الله. اكشف العملاء، عر الدخلاء، افضح الخان المتآمرين والموتورين والمأجورين، واكشف الأيادي الخفية التي تعبث بأمن بلادنا في فلسطين ولبنان والعراق. يا الله يا الله يا الله، طال ليل الظالمين، طال ليل الغاصبين، طال ليل المعتدين، طال ليل المحتلين. أين فيهم عجائب قدرتك يا رب؟ أين فيهم قوتك وانتقامك يا رب؟ أين فيهم سرك وجبروتك يا جبار؟ يا رب أبرد حر صدورنا، أبرد حر صدورنا، أبرد حر صدورنا يا الله. علمك بالحال يغني عن السؤال،
علمك بالحال يغني عن السؤال، علمك بالحال يغني عن السؤال. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء في قاعة جامع الإيمان على محاضرتنا الأسبوعية التي ستكون في فلك العزة ومتعلقاتها. أقم الصلاة.